السلام عليكم. الآن بدنا نأخذ سؤال على يدمج ما بين الـ electric field اللي هو ما بين two capacitors مع الـ physics one اللي هو الـ mg والforces. السؤال بيحكي لي a small object of mass. طبعا هذا السؤال فيش فيه أرقام, كله أحرف, فبالنهاية حنطلع بفورمولا. هاي الفورمولا بإمكانكم لو معكم cheat sheet تدخلوها معكم على الامتحان, ممكن تفيدكم بس تعوضوا فيها مباشرة بالقيم اللي بيعطيكم إياهم بالسؤال. Small object of mass m carries a charge q. إذا هذا object إله كتلة وإله شحنة, فعشان هيك الكتلة معناها physics, physics 1, والشحنة معناها إيش, physics 2 اللي هو الإلكتريك. Is suspended by a thread. كلمة thread معناها بتعرفوا زي إشي هيك معلق وبيكون إله حبل, مثلا يعتبر حبل, وهذا الجسم معلق فيه. هذا الجسم بحكي لي the plate separation is d, ما بين the two plates في distance d. أنا عارف إنه هاي كأنها يعني في electric field لأنه بالعادة كأنها capacitance. The plate separation is d if the thread makes an angle theta. هذا عامل لي angle زاوية theta مع إيش, الأفقي. What is angle theta with the vertical. إذا angle theta حاسب لي إياها مع ال vertical مش مع إيش, ال horizontal. نعطيني إياها مع ال vertical. خليني أمحي هنا الثيتا وأحطها وين الآن. What is the potential difference. إذا كله الموضوع على شو, على دلتا V شو بيساوي. ممتاز. طيب ماشي, أنا بحكي طالما أنتوا عندكم مجموعة قوى خلينا نحلل القوى, تمام, وبعدين نروح نفكر كيف نجد الفولتج, لأنه لسه يعني لما تفكر فيها مش حاضر ببالي كيف ممكن أجد الفولتج. الشغل الوحيد إنه إحنا عارفين في علاقة ما بين الفولتج والإلكتريك فيلد والدستنس. دلتا V شو بتساوي؟ E في D, طبعا كقيمة. ممتاز. E في D, فلو طلعت أنا الإلكتريك فيلد, مذكور الإلكتريك فيلد هون, بقدر أطلع إيش, ال V. الآن تعال نحلل هاي القوة طالما هي الوحيدة المائلة. بدي أحلل هذا قوتين, قوة باتجاه العمودي لأنه الأنجل هاي جنب التي, فبتصير هاي التي كوساين ثيتا, وعلى اليمين صح, على اليمين مقدارها إيش, تي ساين ثيتا. إحنا عارفين إنه الشحنة الموجبة بتمشي مع صح, الشحنة السالبة بتمشي إيش, عكس. طيب الإلكتريك فيلد يعني لو أخذناها, طبعا أنتوا تنسوش إنه هنا شوفي عندكم سالب صح, القانون فيه دلتا في تساوي سالب إي في الدستنس. خلينا نحكي الآن هذه على اليمين صح, اللي هي تي ساين ثيتا لأنه هذا البعيد. الآن خليني أجي أطبق قوانين مجموع الفورس باتجاه الإكس, شو لازم تساوي؟ صفر, لأنه هذا الجسم مثبت, suspended. كلمة suspended معناه إيش, ثابت مكانه ما عم بيتحرك, فلازم يكون مجموع القوة باتجاه الإكس صفر, اللي هي شو, القوة اللي على اليمين اللي عبارة عن تي ساين الثيتا زائد القوة اللي على اليمين كيو إي, هذا لازم يساوي صفر. فبعرف إنه لو نقلت أنا هاي لهناك بتطلع تي ساين الثيتا شو بتساوي, سالب كيو في إي. ممتاز, هاي معادلة رقم واحد أعتبرها. طيب تعال نأخذ الآن مجموع الفورس باتجاه الواي تساوي صفر. أنا عندي هاي للأعلى فبالموجب, موجب تي كوساين الثيتا, هاي للأسفل بالسالب ماينس ام جي شو بتساوي, صفر. بينو الام جي بتطلع تي كوساين الثيتا شو بتساوي, ام في جي, وهي معادلة رقم كم, 2. طيب مشكلة إنه في تي المعادلتين, خليني أخلص من التي. كيف؟ لو قسمت هاي المعادلة على هاي المعادلة اقسم 1 over 2, لأنها عملية ضرب بينهم, فبقدر أختصر يعني اكتب t sin الثيتا شو بدها تساوي, minus qe على t cosine الثيتا تساوي ايش, اللي هو m g. طيب انا بختصر الان, بختصر t مع t, وsin تقسيم كوسين شو بيعطيني, tan, فtan الثيتا ايش بتساوي, minus qe على m g. أنا لا أطلع ال V بدي E, إذا خلي لي ال E, خليني أحل ال E, أخلي ال E لوحدها, فبضرب ضرب تبادلي, يلا بضرب ضرب تبادلي هون كأنه واحد, إيش بيطلع عندي, تان الثيتا في MG, يعني MG تان الثيتا إيش بدها تساوي, هاي ماينس كيو E. أنا بدي ال E, فال E شو بتطلع,
ام جي تان الثيتا على ماينس كيو. اوكي طيب الان دلتا في اللي هي المطلوب مش هي ماينس اي في دي، اذا ماينس الاي اللي هي هاي ام جي تان الثيتا على ماينس كيو في ايش دي في الديستانس. الماينس بتروح مع الماينس وبوصل الاجابه اللي هي شو الاجابه حتكون ام جي دي ام جي دي تان الثيتا على هاي كيو طبعا مش 9 ما يزول يعني خلينا نكتبها برضو زي العالم الناس. اذا هذا هو القانون. ممكن هاي بس ارفعها عشان هاي هيك اعملها اليسار شوي لفوق خلاص. هاي هون ارفعها عشان تمسك لها بصفحة واحدة ونحط هذولا شوي لفوق. فبحط الجواب النهائي. الجواب النهائي اللي هو دلتا في ايش بتساوي ام جي دي تان ثيتا كل هاي على شو على كيلو. وهذا القانون النهائي تمام. انتم ممكن تكتبوا هذا القانون بالتشيت شيت وايش اذا اعطاكوا ام جاهزه دي والانجل والتشارج مباشره بتقدر تطلع البوتنشال ديفرنس. الفيديوهات القادمه حنبدا بموضوع البارالل والسيريز للكاباستر وكيف نحسب لهم الكيو والفي. تابعونا. الله معكم.